ولو قال قائل الأصلع الذي لا شعر به ماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يستحب له إمرار الموسى، وقيل يجب، والذي يظهر أنه إن تؤكد عدم وجود شعيرات قصيرة جدا إنه لا يجب، لكن لو كان به لو شعرة واحدة، لأن بعض الصلع فيه شعرة أو شعرتان وقد تكون شعيراته قصيرة جدا، فهذا يجب إذا تؤكد أنه أصلع فلا يجب.